مرحبا، يوم جديد وموسم جديد من برنامج فن نيوز عم نترافق فيه سوا على شاشة سما الفضائية لنخبركن عن آخر أخبار الفنانين والنجوم والمشاهير يلي بتحبوهن وبتحبوا تتابعوا أخبارهم وتعرفوا كل جديدهم. ورح ابدا اخباري لليوم من عند شمس الغنيه الفنانه نجوى كرم يلي تصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما طرحت على يوتيوب فيديو كليب بعنوان لو سالوا حبيبي، والاغنيه جاءت باللهجه البيضاء وتعتبر التعاون الاول للفنانه نجوى كرم مع الامير الشاعر بدر بن عبد المحسن من خلال غناء قصيده كامله من كلماته والحان الموسيقار الدكتور طلال ومن توزيع فادي جيجي. رح نسمع الاغنيه ونكمل باقي اخبارنا لليوم. رحمة رياض ونصيف زيتون قريبا في ديو ما في ليل. من بعد الإعلان ليلة أمس عن ديو بيجمع رحمة رياض بنصيف زيتون ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهالخبر، خاصة أنه الفنانين عندهم شعبية كبيرة والكل عبر عن شوقه وانتظاره لصدور هالأغنية يلي بحسب الأخبار رح يتم طرحها بالسادس عشر من شهر أبريل الحالي. وبحسب المعلومات ديو رح يكون باللهجة البيضاء وبيحمل عنوان ما في ليل، وتعاون ناصيف ورحمة من خلاله مع الشاعر فادي مرجان والملحن حسان عيسى وإخراج ريشا سركيس. ولفتت المصادر إلى أنه قرار الديو تم اتخاذه من فترة طويلة ولكن كانوا عم ينتظروا الوقت المناسب، وأن الثنائي أعجبوا بكلمات ما في ليل ليتم توزيعها كديو بيتناسب مع النجمين يلي بيمتلكوا شعبية كبيرة على الساحة الفنية. والكفور يتخطى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بالوقت هدية. وصل كليب أغنية الفنان اللبناني وائل كفوري للمليون و200 مشاهدة على يوتيوب من بعد 9 أيام من طرحه. الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب ميكس وماستر جمال ياسين، أما الكليب من إخراج دان حداد. وتم مشاركة الأغنية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل محبين ومتابعين النجم وائل كفوري. هي كانت جولتي السريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بالساعات القليلة الماضية. أكيد موعدي معكم بيتجدد بكرة بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.